مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من حوار خاص. مشاهدينا، في هذه الحلقة نحاور أكاديميا بارزا عامل أستاذا للسياسة العامة في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، كما عمل أستاذا زائرا في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد من بين عام 2006 و2007. شغل أيضا منصب أستاذ كرسي الأديان والصراع وبناء السلام بجامعة نوتردام بالولايات المتحدة الأمريكية من عام 2009 وإلى العام 2012، وكذلك مدرسة كينيدي للدراسات الحكومية، وهو المحرر الرئيسي لموسوعة أكسفورد للإسلام والسياسة ومحرر مشارك في دليل أكسفورد للإسلام والسياسة، ويعمل الآن أستاذا للسياسات العامة بمعهد وودرو ويلسون حتى هذه اللحظة. مشاهدينا، نحاول أن نتعرف منه على رؤيته للمعطيات السياسية الحالية في الواقع المصري وحقيقة العلاقة التي تربط واشنطن بالنظام نظام ما بعد 3 يوليو، وحقيقة عداء السلطة للرجل نفسه والزج باسمه في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس محمد مرسي. ضيف حوار اليوم هو الدكتور عماد شاهين، أستاذ السياسة العامة بمعهد وودرو ويلسون. أهلا بك معنا دكتور عماد، وهو معي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الأمريكية واشنطن. أهلا بك مرة أخرى دكتور عماد. أهلا يا فندم. دعني أبدأ معك ونحن على أبواب أول انتخابات رئاسية مصرية بعد الانقلاب العسكري أيام قليلة، وهي انطلقت بالفعل في الخارج مصر. إلى أي مدى دكتور عماد من وجهة نظرك ستعطي هذه الانتخابات شرعية أو شرعنة للانقلاب العسكري في مصر؟ تفضل. شوف، طبعا الوضع يعني في مصر بيعكس حالة من الانقسام الكبير جدا. بالنسبة للجزء اللي كان مؤيد للانقلاب العسكري والخطوات اللي تم إجراءها أو اتخاذها بعد هذا الانقلاب، فلا شك أن ده سينظر إليه أو سيفسر على أنه شرعية لهذا النظام، على أساس أنها خطوة جديدة فيما يسمى بخارطة الطريق. أيضا بالنسبة لبعض الدول الغربية، خاصة بعض الدول في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة، أيضا ستنظر إلى نتائج هذه الانتخابات على أنها خطوة في هذه الخريطة، تؤدي طبعا إلى حالة كما هم يعني بيأملوا أنها حالة من الاستقرار أو العودة إلى العلاقات المصرية الغربية بصفة عامة إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى، والتعامل مع النظم مهما كانت سواء استبدادية أو غير استبدادية على أساس معادلة أو صيغة الاستقرار. بالنسبة اللي هو معارض أساسا لانقلاب، انتخب طبعا بغالبية وإن كانت بسيطة ولكن في انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي أي إجراء تم للانقلاب على هذا الرئيس اعتبرت إجراءات باطلة، وبالتالي ما تم على باطل فسينظر إليه أنه باطل أيضا. طيب دكتور عماد، هل هذه الفكرة كلها طبعا أن هذه الانتخابات لن تساعد في إعادة لملمة أو لم شمل النسيج الوطني المصري الذي نحن في حاجة إليه في الآن؟ طيب، هي المشكلة كلها. لعل حضرتك يعني سارت بالإجابة على جزء من سؤالي الحقيقة الذي كنت سألقيه الآن، وهي هل هذه الانتخابات، وخصوصا يعني من الواضح أن الأقرب إلى الفوز فيها يعني هو المشير عبد الفتاح السيسي، هل ستساعد على استقرار مصر في الفترة القادمة أم لا؟ ما أنا لا أتوقع ذلك. طبعا كلنا نتمنى لمصر الاستقرار، وكلنا نتمنى لمصر أن تحدث نوع من السلام الاجتماعي وإعادة التئام طبعا الجماعة الوطنية مرة أخرى، ولكن للأسف أعتقد أن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى الاستقرار، وبالعكس يعني أنا شايف أنها لو استمرت الأمور على هذه الوتيرة وعلى هذه النغمة، بالعكس هي بتؤسس النظام سيقوم على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي تأسيس لحكم الفرد، والركيزة الثانية هي تأسيس البيروقراطية عسكرية. بالنسبة للنقطة الأولى حكم الفرد، طبعا إحنا أمامنا الآن مرشح
سيخوض انتخابات أعتقد أنها غير تنافسية على الإطلاق، ويعني عنصر هام في أي انتخابات أنها تقوم على التنافس، التنافس وعلى عدم توقع النتائج. ولكن إحنا في هذه الحالة طبعا ليس هناك تنافس على الإطلاق. النقطة الأخرى طبعا اللي هي أن إحنا الآن بنؤسس لمرشح متوقع كما حضرتك تفضلت أنه يفوز بهذه الانتخابات، ولكن برنامجه قائم على هذا الفرد نفسه. يعني البرنامج هو الشخص ده، هو هذا الشخص، هو البرنامج. بيرفض طبعا أن يكون هناك برنامجا مكتوبا، بيرفض حتى على الإفصاح عن تفاصيل هذا البرنامج، مصر على طبعا أنه في حالة الخروج عليه فأنه يتنازل وينسحب على العملية، وكأنه نوع من التهديد، ويترك المصريين يعني كاليتامى. طبعا ده كله بيؤسس لحكم فرد لا يعبأ بأي بالعملية الديمقراطية أو بالمبادئ الديمقراطية، سواء من ناحية سيادة القانون أو من ناحية الحريات أو حقوق الإنسان، وبيرى أن الديمقراطية يمكن أن تؤجل لخمسة وعشرين سنة قادمة. طيب، فإذا أن حضرتك تحدثت عن ما تحدث الفردي. عنه المشير عبد الفتاح السيسي في بعض حواراته التلفزيونية، وعفوا للمقاطعة، الرجل عندما يعني ذكر على لسان أحد المذيعين في حوار ما اسم الإخوان، قال أن لن يكون هناك وجود للإخوان المسلمين في حالة يعني تنصيبه رئيسا لمصر، في حالة وصوله لهذا المنصب. إلى أي مدى قرأت هذه الإجابة دكتور شاهين من الناحية السياسية، وهل نحن يعني سنذهب إلى عداء أكثر للإخوان، وبالتالي عدم استقرار أكبر في مصر، وعدم لملمة شمل المجتمع إذا انتهج هذا النهج المشير عبد الفتاح السيسي؟ أعتقد أن الموضوع أيضا تجاوز، يعني وصل من ناحية القمع ومن ناحية الإقصاء، تجاوز حتى الإخوان، وصل لعناصر أيضا من القوى الوطنية الأخرى، يعني سواء حركة 6 إبريل، سواء ناشطين الذين طبعا احتجوا على قانون التظاهر وغيره، قضية حتى الرؤية لعملية التظاهر وحق المصريين في التظاهر، حتى التظاهر السلمي، كل هذه الأمور اللي هي بتمثل يعني أبسط حقوق أساسية في للإنسان، أعتقد أن هناك طبعا يعني حالة من التغاضي عنها وعدم الاهتمام بها على الإطلاق. الفترة القادمة أنا أتوقع أنها هتكون فترة لدوت طبيعي جدا، مزيد من المحاولات لترسيخ الحكم، من ناحية طبعا يعني محاولة لتدجين المعارضة بصفة عامة، واحتمال يكون السماح ببعض المعارضات المعارضة المدجنة والمثقفين اللي بتظهر في الإعلام، اللي هي طبعا بتمجد بما يسمى بمؤسسات الدولة والدولة، واللي هي طبعا احنا كلنا عارفين ان في النهايه هي بتختزل في اجهزه قمعيه واجهزه بوليسيه. وده اللي كنت بحاول اشير اليه في النقطه الاخرى، يعني بالاضافه لحكم الفرد احنا بنتكلم دلوقتي على يعني فعلا احتمال كبير جدا لظهور ما يسمى بالبيروقراطيه العسكريه في مصر. يعني لا شك ان الحكم الجديد سواء فاز به المشير السيسي او غيره سيحتاج طبعا الى اجهزه الدوله، ومفروض انها تبدا انها تعمل بكفاءه على اساس انها تنفذ البرامج، سواء البرامج او الرؤى الاقتصاديه او غيره، وتعالج المشاكل الاساسيه في مصر. كما ذكر المشير السيسي نفسه، هو ذكر ان مفاصل الدوله مفككه، يعني الدوله مفاصلها اتفككت، وبالتالي هو سيجد ان اي محاوله له ده طبعا في الفتره القريبه جدا لاصلاح البيروقراطيه المصريه، ده هياخد وقت طويل جدا وقد لا يكلل بالنجاح، فسيعتمد طبعا على تجييش الدوله نفسها اكتر. يعني احنا عارفين طبعا ان من اول 25 يناير 2011 تم نوع من التجييش لمؤسسات الدوله، اعتقد ان احنا دي هتزيد وتيره هذا التجييش. ماذا تقصد بالتجييش يا دكتور عماد؟ ايه المقصود بالتجييش درجة هنا؟ ايوه عسكرتها، بمعنى بمعنى الاستعانه بجنرالات الجيش، لواءات وعناصر من القوات المسلحة، على أساس أنها تدير العملية، عملية البيروقراطية أساسا، سواء في الشركات سواء في المصالح. وده بالفعل أمر تم من زمان، يعني وزارة الأوقاف فيها 6-7 لواءات، إدارة المياه أو شركات مياه فيها لواء أو لواءين. امبارح كنا كان في خبر عن
لواء ايضا في وزاره أو أو, او 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 الويه في وزاره التربيه والتعليم، هذا معنيه بتجيش او عسكره مؤسسات لا الدوله. لا الحقيقه دكتور، لعل حضرتك المعلومات فيما يخص التجيش واذا كان بهذا المعنى ووجود لواءات في الوزارات المختلفه، فالامر يعني اكبر من ذلك بكثير قديم من حيث عدد اللواءات اللي موجودين حتى في التربيه والتعليم وفي اماكن اخرى. لكن اسمح لي يا دكتور، الى اي مدى من الممكن ان ينجح السيسي في فرض هذه الدوله، دوله الفرد، الدوله القمعيه البوليسيه العسكريه؟ يعني الى اي مدى من الممكن ان ينجح في ذلك، والى اي مدى من حيث التوقيت؟ النجاح سيعتمد على قدرته على مواصله الاستمرار في القمع. هي صيغه يعني في النهايه لن يكلل لها النجاح على الاطلاق. يعني هو الصيغه المعتمده حتى الان هي صيغه الحل الامني، هو ترهيب اكبر عدد من المواطنين، واعتقد ده برز جدا في الفلسفه او الحكمه وراء استخدام العنف المفرط، سواء في فض اعتصام ربعه او النهضه او مواجهه المظاهرات سواء في الجامعه او غيرها بهذه الوسائل القمعيه الوحشيه على مدى 10 شهور، او حتى استخدام ما يسمى بالتحرش الجنسي وهكذا ضد الفتيات المتظاهرات والطالبات المتظاهرات في اكثر من مناسبه. قضيه اعاده التعذيب في السجون، هو كل ده طبعا يعني اسلوب مراد منه ان هو يعني ينشر حاله من الترهيب الجماعي، بحيث ان اي مقاومه لهذا الانقلاب او لهذا الحكم الفرد ده تنتهي وفي اسرع فرصه. فين المشكله هنا؟ ان بالنسبه للعسكر بالذات او المؤسسه العسكريه او الجيش او القائد العسكري، كلمه السيطره كنترول، كلمه سيطره دي كلمه مهمه جدا بالنسبه لهم. حتى الان انا ازعم انه 9 شهور او 10 شهور تقريبا قد مرت ولم يستطيع هذا الانقلاب ان يسيطر على الموقف. دي طبعا بتعمل حاله فعلا من القلق بالنسبه لقاده هذا الانقلاب، واعتقد ده بنلاحظه في حتى التصريحات او المقابلات اللي بيظهر فيها المشير السيسي، انه لا يشير على الاطلاق لاي حركه احتجاج او حركه مقاومه. يعني في اقرب مثلا لقاء له مع الكتاب والمفكرين، ذكر وقال انه لو خرج احد علي سألزم بيتي على طول وسأنسحب من هذه العملية السياسية، وكأنه لم يكن هناك حالة خروج على مدى 10 شهور من الاحتجاجات ومن مئات الالاف وحتى الملايين اللي خرجت انها مناهضه لهذا ومعارضه لهذا الانقلاب. يعني يا دكتور بس عشان حتى لا نتوه في هذه النقطه، انت لا تتوقع يعني ان يكون هناك مستقبل للدوله الامنيه البوليسيه التي يريد السيسي ان يعود بها او عاد بها بالفعل مره اخرى، مستقبل طويل؟ يعني اقصد مش هنعود ل 30 سنه كما كان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك مره اخرى؟ لا يعني. لا هو الصيغة طبعا المعتمدة حاليا في ظني أنا اللي هي صيغة مثلا لو بنقول في حالة يعني حسنة شوية، هي صيغة مثلا كوريا الجنوبية في الستينات مع جنرال بارك وكده، إن هو في حالة من العسكرة للجيش والعسكرة للمجتمع والقمع إلى أن يتم تحقيق نموذج اقتصادي. الصيغة الأقرب لنا شوية أعتقد لأن في كتير من المحللين بيتكلموا مثلا عن الجزائر عن بلاد أخرى، لكن الصيغة الأقرب لنا هي صيغة بن علي في تونس في أواخر الثمانينات، اللي هو الشخص الذي سيبدأ عهدا جديدا، كل الأمال يعني مركزة على هذا المخلص وعلى هذا المنقذ، وهو طبعا بيركز في نفس الوقت على أنه يقمع الحريات ويقمع أي معارضة سياسية في مقابل أنه يحقق نوع من النهضة الاقتصادية أو الانتعاش الاقتصادي. كلنا عارفين طبعا أن هذه الصيغة فشلت، وبالتالي اللي أنا عايز أوصل له أن صيغة القمع، الصيغة الأمنية وصيغة القمع، وده طبعا يعني مش يعني معلوم لكثير من الناس، لن تنجح في النهاية. طيب. لن تنجح في النهاية ليه؟ لأن الفرق بين ما تم في كوريا وبين بن علي أن الحكم في مصر يريد أن يدجن أو يسيطر على ثورة. هناك ثورة حدثت في 25 يناير مطالبها مختلفة تماما على الائتلاف أو ما يسمى بائتلاف 30 يونيو. صح في ناس او اصحاب 30 يونيو دائما ان هم بيحاولوا ان هم يشبهوا بين او يدمجوا بين 25 يناير و 30 يونيو، ولكن الفرق كبير جدا. طيب. لان تحالف 30 يونيو هو تحالف قائم على تناقضات في داخله، ونرى انه بدا فعلا يتفكك منذ فتره. طيب دكتور اسمح لي ان نوسع دائره الحوار. السيسي ايضا في بعض حواراته
تحدث عن ليبيا مثلا وعن خطورة الإرهاب في ليبيا، وماذا عن الدول الغربية أن تتعامل هناك، تحدث بشكل أو بآخر عن السودان، عن الجزائر. هل من الممكن أن يكون السيسي يحاول أن يقدم نفسه للغرب بأنه رجل هذه المنطقة، هو المدافع عنها ضد الإرهاب المحتمل؟ وهل من الممكن أن يكون هناك مغامرات عسكرية من قبله خصوصا في ليبيا خلال الفترة القادمة بعد توليه السلطة، أم تستبعد ذلك؟ شوف، هي التصريحات الأخيرة طبعا أظهرت يعني رغبة في تصوير مصر أو تقديم مصر كشرط المنطقة الجديد، وأن مصر تحت قيادة المشير السيسي مستعدة أنها تقدم خدماتها لطرفين أساسيين، سواء دول الخليج التي أيدت هذا الانقلاب أو التي تمول هذا الانقلاب، على أساس أن مصر تقدم الأمن أو ما يسمى ب يعني الجبهة الداخلية أو الخارجية لدول زي السعودية والكويت والإمارات ضد إيران وضد الإخوان المسلمين بصفة عامة. فإذا في هنا تسويق لمصر كشرطة المنطقة فيما يخص الدول، بعض الدول الخليجية. أما بالنسبة للغرب طبعا فهناك تركيز على قضية الإرهاب وعلى قضية أن هناك بعض المناطق في دول معينة في المنطقة أصبحت الدولة أو أصبحت خارج نطاق الدولة، وبالتالي أصبحت بؤر للإرهاب. واللي هنا مصر ممكن انها تقدم خدماتها ايضا كشرطي في المنطقه لهذه الدول الغربيه. احنا هنا بنجد في هذا الامر طبعا، في هذا الامر طبعا لا شك ان في استعاده لخطاب مبارك اللي هو اما انا او الارهاب، او ان انا او ان مصر في هذه الحاله ضروريه جدا، وجود او دعم الغرب لهذا النظام ضروري جدا داخل صيغه محاربه الارهاب ومكافحته في المنطقه. لا شك ان ده عامل. اما المغامره بحملات عسكريه في الخارج، طبعا انا اعتقد ان ده هيبقى امر شديد الخطوره جدا، لان له تبعاته. وان يكن في بعض القيادات اللي هي بتسعى لهذا الامر وبترى ان صيغه العدو الخارجي وصيغه توجيه الاحتجاج الداخلي كله الى الخارج لجأت لهذا في كثير من الاحيان. طبعا عندنا صدام حسين اثناء الثوره الايرانيه وغيره، وثم فهذا ممكن وضع قائم، ولكنه سيكون طبعا يعني يحتاج، لكن تتوقعه يا دكتور من خلال حديث السيسي تتوقع ذلك؟ تتوقع ان يكون لي مغامره عسكريه، خصوصا ان في بعض الاقاويل بتقول ان هو بشكل او باخر سند محاولات الانقلاب الاخيره في ليبيا بالامس القريب؟ كانت هناك المحاوله الثانيه الفاشله للانقلاب العسكري، وهو الراجل حفتر نفسه قال كده، قال ان السيسي بشكل او باخر كان له اتصالات معانا وبيساندنا في محاوله الانقلاب على الشرعيه الموجوده يعني في ليبيا الان. نعم، من المتوقع ان يكون هناك نوع من التسويق لمصر او محاوله احتواء الثورات العربيه. لا شك في ذلك. لان طبعا ده مطلب لاهم عناصر مموله للانقلاب في مصر. يعني السعوديه مثلا او الامارات، هو يعني ايه المصلحه الاستراتيجيه بالنسبه لهم؟ المصلحه الاستراتيجيه بالنسبه لهم هو فعلا اجهاض هذه الثورات اللي تمت في 2011. وكان في طبعا محاولات نجحت، اهي محاولاتهم نجحت في مصر، هناك كان في محاولات للضغط في تونس، هناك محاولات للتدخل في تركيا وكلها موثقه. الان ليبيا، طبعا اليمن الى حد كبير تم احتوائها، البحرين تم قمعها، سوريا دخلت في مرحله من التشتت والتشرذم، غير عادي. فاذا عمليه احتواء الثورات دي واستعداد ان مصر تحت حكم العسكري انها تقوم بهذا الدور، ده احتمال قائم جدا. طيب دكتور عماد، دعني لكن قضيه يعني التدخل العسكري او القيام بهجمات عسكريه ده وضع اخر. طيب تحدثنا كثيرا عن النظام في مصر الآن والانقلاب، لكن دعنا نتحدث عن الجانب الآخر، المعارضة وقيادات المعارضة، في ضوء ما أعلن عنه منذ أيام قليلة وثيقة بروكسل والمبادئ العشرة ومحاولة توحيد الصف الثوري ضد الانقلاب، إلى أي مدى ستنجح المعارضة، معارضة الانقلاب في توحيد صفها في الداخل أو الخارج لمواجهة الانقلاب العسكري في مصر في ضوء وثيقة بروكسل؟ أعتقد لأن هذا السؤال يأخذنا لجوهر المشكلة في مصر الآن أو الأزمة في مصر. جوهر الأزمة في مصر هو صراع بين محاولات استعادة المسار الديمقراطي من جانب،
استعادت الدولة البوليسية القمعية الاستبدادية من جانب آخر بكل تداعياتها. يعني استعادة المسار الديمقراطي بمعناها الأوسع هو سيطرة المدنيين على العملية العسكرية، انسحاب العسكر من التدخل المباشر في الحياة السياسية، ولا أقول الانسحاب الكامل ولكن على الأقل الانسحاب المباشر من العملية السياسية، قيام دولة غير مؤدلجة، يعني دولة غير أيديولوجية، تحترم سيادة القانون، تحترم الحريات الأساسية، تحترم التعددية، تحترم الاستيعاب الكامل وحقوق الأقليات كلها. هذا هو من جانب. من الجانب الآخر طبعا احنا بنتكلم على الدولة البوليسية، مش هشرحها كتير لأن احنا عشناها لمدة 30 و40 و60 سنة. هو ده جوهر الصراع، وبالتالي أي محاولة للتحالفات، أو يجب على كافة القوى المناهضة للانقلاب، المناهضة لعودة الدولة القمعية وعودة ما يسمى بالفلول، يجب أنها طبعا كلها أن تدرك أن هذا هو جوهر الصراع، وبالتالي تتجاوز عن أي انقسامات، أي خلافات جزئية في هذا الفترة، في هذه الفترة، وتركز على هدف مشترك. هذا هو الهدف المشترك، استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق عدالة طيب. انتقالية تصل بينا إلى حالة المصالحة الوطنية الشاملة. أرجوك بنقطة مهمة هرجع هنا في هذا السياق، في تجميع الصف الثوري أو المعارض للانقلاب وعودة الدولة العسكرية، تراها بداية جيدة يا دكتور، ومن الممكن أن تؤتي ثمارها أم لا؟ وثيقة بروكسل، عشان كده أنا بدأت، معلش أنا آسف لمقدمات الطويلة دي، بس دي مهم لأن ده الإطار اللي أرى فيه وثيقة بروكسل، وأرى فيه أي تحالفات تريد أن يكتب لها النجاح. يعني لو تتذكر حضرتك في كثير من التحالفات تمت على الجانبين، سواء جانب الثوار او سواء جانب التحالف الشرعية، ولكن قضية التحالف الاوسع والاشمل ده امر لتحقيق هدف مشترك، ده هو مفروض الهدف الاساسي الاستراتيجي اللي بنسعى اليه. اذا عودة لوثيقة بروكسل، نعم وثيقة بروكسل هامة جدا، واتمنى ان يعقبها اكثر من شيء حتى يكتب لها النجاح. اول شيء ان تكون مدعومة من الداخل، وكنت اتمنى ان تكون أن يتم الإعلان عنها من الداخل وليس من الخارج، أن يتم التوافق عليها أو على تكملة لها من 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 قبل القوى المناهضة للانقلاب وعودة الحكم العسكري قبل الإعلان عنها مرة تانية، أو على إعلان وثيقة جديدة مرة تانية، وأن يتصدر المشهد جبهة عريضة من مختلف التيارات، وليس الأسماء ولكن مختلف التيارات السياسية المناهضة لهذا الانقلاب. أي محاولة لتجميع، لأن هذا هو جوهر الصراع مرة أخرى، هو صراع بين قوى ديمقراطية مدنية في مقابل عودة الدولة القمعية البوليسية. فإذا أي تحالفات على هذه الأرضية هو شيء مرحب به جدا، ويجب أن يتم الدفع به لأقصى درجة. لكن تعتقد أن وثيقة بروكسل لم تحقق المستهدف منها، أو الهدف منها الإعلان من خارج مصر، لا يوجد تفاعل إيجابي خرج من داخل مصر لبعض الحركات الثورية، اشتراكيين ثوريين أو الستة أبريل أو غيرهم للحياة حتى هذه اللحظة، مجرد قراءات وما إلى ذلك، وبالتالي من الممكن يرى البعض أنها فشلت في تحريك الماء الراكد في هذا السياق. لا، هل أنت مع هذا الرأي أم لا؟ لا يا فندم، أنا ما أنظرش لا أنها فشلت، لأن هناك في زي ما تقول حضرتك، يعني في بعدين لوثيقة بروكسل. في بعد المبادئ اللي هو المضمون نفسه، وأعتقد أن هذا المضمون ناجح جدا، لأنه قدم يعني ما يمكن أن يسمى بأرضية مشتركة في العشر نقاط، سواء بالنقطة الأولى وهي النقطة الأهم اللي هي قضية التشاركية لعودة المسار الديمقراطي، ثم الأمور الأخرى التي التسع نقاط الأخرى التي ليس عليها خلاف على الإطلاق، ولم يعني يتم أي نوع من التحفظ عليها. فمن ناحية المضمون هناك فعلا في تقدم، لأنها بتقدم أرضية رحبت بها حركة 6 أبريل، عناصر من حركة 6 أبريل رحب بها حزب مصر القوية، رحب بها حزب غد الثورة، يعني في عناصر كثيرة مدنية بالإضافة للتحالف نفسه مرحب بهذه الوثيقة من ناحية المضمون. من ناحية الشكل أو الإخراج، لا شك طبعا يعني لازم نأخذ في الاعتبار، يعني لو ذكرت، تخيل حضرتك لو ذكرت أسماء من الداخل، وهذا طبعا فيه خطر كبير جدا، يعني لو ذكرت أسماء بعينها كأفراد
داعمه لهذه الوثيقه لا شك طبعا انها تمثل خطر عليهم. فاذا الخطوه اللاحقه لهذه الوثيقه هو ايجاد مره اخرى نوع من الاخراج الجيد او الاخراج المكمل، خلينا نقول كده، الاخراج المكمل لهذه الوثيقه حتى تخرج بشكل اكثر قوه واكثر نجاح. طيب دعني اذهب ايضا الى ملف اخر، الملفات كثيره الحقيقه دكتور، لكن فيما يخص النظره الامريكيه من قبل صناع القرار بعد مرور اكثر من 9 أشهر على الانقلاب العسكري، هل في هذه اللحظه استطاع الامريكان ان يبنوا تقييم حقيقي وواضح ورؤيه استراتيجيه للتعامل مع مصر خلال الفتره المقبله، ام ما زالت هناك حاله تشتت؟ شوف حضرتك، هو طبعا احنا عارفين ان هناك في تعدد في الرؤى واحيانا في التعبير عن السياسات داخل الاداره الامريكيه، لكن في النهايه الملف المصري الى حد كبير جدا بيتحكم فيه طبعا عنصر او طرف او طرفين، وزاره الدفاع الامريكيه وطبعا المجلس الامن القومي في داخل البيت الابيض نفسه. اعتقد ان هاتين الجهتين متفقه او بترى يعني، وحتى في ذلك وزاره الخارجيه الامريكيه ايضا، هم بمعيار اصبح الان لديهم هو قضيه خريطه الطريق، يعني بمعنى ان هم بيسعوا الى الاستقرار، جميع الامور الاخرى سواء انتهاكات حقوق الانسان سواء سياده القانون سواء قضيه الانقلاب او عدم انقلاب، يعني شرعنه هذا الموضوع كله، هذا موضوع مؤجل بالنسبه لهم ويمكن ان يثار في زي ما يسمى بالدبلوماسيه الصامته او خلف الابواب، ولكن المواقف المعلنه كلها بترغب، سواء انا بتكلم على الاداره الامريكيه، بترغب في شرعنه هذا الانقلاب في اسرع فرصه كي يتم التعامل مع مصر مره اخرى بشكل يحافظ على المصالح الاستراتيجيه الامريكيه الكبرى. انا اعتقد ده اللي هي او عبد الله الشامي او غيره، طبعا في هناك كثير ضغط شديد جدا، ولكن زي ما حضرتك شايف يعني الامور كلها بتتم من خلف الابواب، ولكن ليس في مواقف يعني وبالتالي شديده يعني معلنه. قد يكون في بعض التصريحات هنا مسرحيه الانتخابات الرئاسيه في مصر سيسارعون بالاعتراف بالسيسي كرئيسا وستعاملون معه، ده اللي انا فهمته من خلال كلام حضرتك. ده صحيح، لان هم ده دايما هم في زي ما تقول حضرتك يعني مسألتين دايما بيثيروها، أول حاجة طبعا سيثيروا قضية أن هذه كانت رغبة المصريين وكان هناك في يعني نتائج حصلت زي الاستفتاء، يعني زي ما حصل في الاستفتاء بالضبط أن المصريين صوتوا على هذا الاستفتاء وخرج كان في نسبة المشاركة 32% وهكذا، فمش الحال. نفس القصة بالنسبة للانتخابات الرئاسية ثم بعد كده الانتخابات البرلمانية وننتهي من هذه الإجراءات كلها. طيب مفكرين المعارف في مارس الخطاب لم يكن له تأثير إيجابي على الرئيس الأمريكي أو على متخذ القرار في واشنطن، وما زالوا كما تقول حضرتك وراء الوضع الحالي وداعمين للوضع الحالي في مصر. نعم، شوف حضرتك، هي فكرة الخطابات دي طبعا يعني لسنا من السذاجة بحيث ان احنا نعتقد ان خطاب للرئيس سيتم فورا اتخاذ اجراءات يعني عملية وان في تدخل وهكذا، ولم يطالب احد بالتدخل لا شك، لا هو في اكتر من غرض. اول حاجة واهم شيء فيه هو الضغط المعنوي، ان هناك يجب ان يكون دائما هناك من فئة او جماعة او طائفة دائما بتعمل نوع من الضغط المعنوي على كافة الادارات، يعني انها بتثير او بتتمسك ببعض القضايا خاصه ما يتعلق بقضايا الديمقراطيه، قضايا حقوق الانسان، قضايا سياده القانون، فانت بتعمل نوع من تسجيل الموقف وفي نفس الوقت انك بتركز على قضيه الضغط المعنوي. القضيه الاخرى ان هذا الخطاب وجه ليس اوباما يزور مصر ولكنه وجه اوباما يزور السعوديه، وكان النقطه الاساسيه انك تبدا بالدول الداعمه لهذا الانقلاب ووجه كلمه لهذه الدول الداعمه للانقلاب بحيث ان احنا يعني نصل الى مصدر هذا التعنت في القمع والتعنت في العصف بالحريات في مصر. كانت هذه النقطه الاساسيه. وانا اعتقد يعني الى حد كبير انا بشبه هذا الانقلاب باسرائيل، بمعنى انه اذا نزع الدعم المادي عنه فستجد الامور يعني ستصل الى حاله من الطبيعيه، يعني احنا بنعود مره اخرى الى انه تستعيد الثوره عافيتها مره اخرى وتستمر الامور او يستطيع المصريون ان هم
يعني يحققوا الأهداف اللي قاموا بها في يناير 2011. طيب دكتور دعني أسألك، متى يأتي الوقت الذي ترفع فيه الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الداعم للانقلاب العسكري في مصر من وجهة نظرك؟ يعني ما الظروف التي يجب أن تتوفر حتى تقول أمريكا أننا يجب أن نبتعد عن هذا النظام وهذا الانقلاب ولا ندعمه وندعم مثلا خيار الديمقراطية وخيار اختيار الشعوب؟ متى يحدث ذلك؟ أمران أعتقد أنهم على غاية من الوضوح. أول حاجة قوة الشارع المصري نفسه، قوة الشارع المصري نفسه وتعبيره عن حقه في تقرير مصيره ومناهضته وعرضه لهذا الانقلاب. وبالتالي أن أمريكا زي ما ظهر بالضبط في 25 يناير 2011 لم تكن أنها على، لو تذكر حضرتك تدرج في الموقف الأمريكي من مطالبة مبارك بإصلاحات وهكذا إلى مطالبته في الرحيل، وكان هذا التراجع في الموقف نتيجة طبعا ل القوة، قوة الشارع المصري وقوة الثورة اللي كانت موجودة على الأرض، لأن ليس هناك أي قوة في العالم سواء أمريكا أو سواء الغرب كله أو سواء المؤسسة العسكرية تستطيع أن تقف أمام هذه أو مئات الآلاف وملايين من الجماهير والحشود الموجودة على الأرض. دي نقطة طبعا ممكن أنها تغير الوضع أو الموقف الأمريكي والموقف الغربي بصفة عامة. النقطة الأمر الآخر طبعا هو قضية العنف والقمع لمناهضي ومعارضي الانقلاب والذي ممكن في فترة من الفترات أنه يؤدي إلى حالة من التسوير أو حالة ما يسميها الراديكاليزيشن أو حالة من العنف أو حالة من الإرهاب، سميها كما تسميها، اللي ممكن أنه هو لا يطول فقط أو لا يصبح محصور في إطار إقليمي يعني داخل مصر، ولكن ممكن أن يتعداها إلى خارج حدود مصر نفسها. وإحنا لا نرغب طبعا، يعني أي شخص لا يرغب أن احنا نصل لهذه الحالة مهما كان الثمن. نحن لا نريد، بالعكس نحن نريد أو نأمل في وقف دوامة العنف وفتح أفق سياسي استعادة الوئام والسلام. أنا فهمت من كلام حضرتك أن الشارع والثورة على الأرض والتحرك على الأرض هو اللاعب الرئيسي في تغيير المشهد السياسي المصري. نعم. في مصر الآن. طيب خليني أذهب لأمر يبدو شخصي اللي هو الخاص باتهامك بالتخابر في القضية المعروفة بالتخابر الذي اتهم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان. يعني موقفك من هذه القضية وردك على مثل هذه الاتهامات دكتور عماد. نعم، أنا صدقني هجاوب على هذا السؤال، ولكن بالإضافة للشارع، بس إضافة للسؤال اللي فات. الشارع قضية الاقتصاد أخرى هي برضك أمر مهم جدا، قضية الوضعية الاقتصادية في مصر وإمكانية إحداث نوع من على الأقل نوع من الانتعاش أو الانتعاش الاقتصادي، خلينا نسميه كده، أو التعافي الاقتصادي، وفي نفس الوقت تلبية الحاجات الأساسية الاقتصادية للمواطن المصري. أعتقد أن الانقلاب ده سيكون مقتله في الاقتصاد. عودة إلى القضية، أنا طبعا ما بتحبش أتكلم على القضية بشكل مسهب، لأن فعلا أنا مش فاهم إلى حد كبير أبعاد هذه القضية على الإطلاق، قضية اللي تخصني أنا. يعني أنا عمري ما كنت عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وكان طبعا يعني قضية تلفيق الاتهامات بهذا الشكل كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. فمعرفش إذا عند حضرتك أي أسئلة محددة فيها الحقيقة. يعني أنا سؤالي الأساسي، لماذا عماد شاهين تحديدا؟ عفوا، أنا أعلم علم اليقين أو بشكل كبير أنك لم تكن عضوا، من خلال قراءة سيرتك الذاتية وتاريخك لم تكن عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، ولم تكن حتى مقربا للحكم بين حكم الإخوان أو حكم الرئيس محمد مرسي. إذن لماذا اختاروك أنت تحديدا ووضعوا اسمك ضمن لائحة الاتهام أو ضمن المتهمين في قضية كبيرة مثل قضية التخابر؟ يعني لو عندك تبرير أو وجهة نظر في هذا السياق. والله يا فندم، يعني أنا أتمنى أن هذا السؤال يسأل للجهة اللي وضعت اسمي على قائمة الاتهام وفي هذه القضية، ولكن عادة في هذه الظروف يعني اللي تتسم بحالة كبيرة جدا من الفوضى وبتتسم ب يعني حتى تضارب ردود فعل الأجهزة البوليسية والقمعية من الداخل،
يعني ممكن ان الامور وانا ما بحاولش طبعا لا اقلل ولا كمان ان انا اعمل من نفسي بطل، ولكن ممكن يعني تفسير فعلا صعب، انا ما عنديش تفسير، ولكن تفسير ممكن يتراوح من ان يعني خدمه واحد بيخدم صديق له في الامن او واحد في الامن بيخدم صديق له، وتبقى العمليه عمليه مش اكتر من ما اعرفش بيسموها يعني كيدي بلاغ كيدي او حاجه، يعني ان واحد يعني اتضايق مني او حاجه فاتصل بصديقه في الامن فحط اسمي، ممكن تكون هذا يعني بهذا الشكل. طيب دعني اقرا لحضرتك بعض الاتهامات او بعض ما يقال عنك في بعض الصحف المصريه المواليه للانقلاب العسكري. يعني بيقولوا ان حضرتك بتتلقى تعليمات مباشره من امير قطر لكي تهاجم المسؤولين في مصر وتفتح النار على القيادات الحاليه. اللي انت عبت على الرئيس محمد مرسي انه لم يقتل عدد كبير من المتظاهرين لحمايه كرسي الحكم. اللي انت في كل يعني منتدى بتعبر عن الإخوان المسلمين وبتصب لعناتك وغضبك على الشعب المصري، ده كلام مثلا كتبته إحدى الصحف الموالية للانقلاب العسكري. رد حضرتك على ده إيه؟ وأنا عارف للحقيقة أن يعني طبعاً بعض الأمور ممكن لا تستاهل والله الرد. ولا يستاهل ده لا يستاهل الرد. شوف حضرتك ده بالظبط كده زي ما حضرتك بتقول أنه يستاهل الرد، لأن أنا أضيف لحضرتك تهمة أخرى، وأن أنا أقود حرب عصابات من جامعة جورج تاون. كان في اتهام وفي كان يعني بند او 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 بيسموه معرفش بيسموه الهيدلاين، يعني ان انا بقود حرب عصابات من جامعه جورج تاون، يعني طبعا يعني كلام اسخف من انه يتم الرد عليه، ده فعلا اسخف من يتم الرد عليه. ولكن انا ما بلغني، انا ما وصل لي يعني، واعتقد انه اقرب للحقيقه، ان هناك كان نوع من الغضب ونوع من التخوف اني اولا انا يعني معارض لهذا الانقلاب، وصفت هذا بالانقلاب العسكري من اول يوم، انا كنت معارض لهذا المجازر، انا معارض تماما لسيطره المؤسسه العسكريه على الحياه السياسيه في مصر، وما زلت طبعا اني معارض لهذا الامر، وعسكرت حتى المجتمع المصري، كل ده انا معارض له. وبالتالي اعتقد ده ثانيا انا اعتقد يعني نظرا ل يعني خلفيتي الاكاديميه والعلميه اعتقد لي يعني قبول او يعني قبول لا باس به في عده مجالات، وبالتالي وصول هذا الصوت لمحافل خارجيه او محافل حتى داخليه اعتقد ان هو كان بالنسبه لهم شيء مقلق، فبالتالي يعني اعتقد ان هذا هو السبب وراء وضع هذا. بس انا فعلا ما عنديش اي تفسير يعني لازم. طيب دكتور شاهين اسمح لي يعني يتبقى لي ما عنديش اقول لحضرتك يعني تفسير او حاجه مؤكده ان انا اقدر اجاوب حضرتك. طيب يتبقى لي دقيقه من يعني هم اللي سألوا هذا الحوار، واريد ان الخص بها كل ما ذكرناه في سؤال عن مستقبل مصر القريب، كيف تراه في نقاط محدده دكتور عماد شاهين؟ تفضل. حاضر. لو حضرتك بتتكلم على سنة لأقل بمعنى القريب، لا هو يبقى هناك في نوع من المحاولة للسيطرة أكتر، هيكون في نوع من للأسف من العنف، محاولة لقمع أي معارض للانقلاب إلى حد كبير، التركيز على التعافي الاقتصادي، ده هتكون على المدى البعيد. ولكن بمرور الوقت يعني بعد إن شاء الله سنة أتمنى ذلك، دي كلها طبعا توقعات أو قراءات يعني تحليلية مش أكتر، بعد سنة سيتم يعني المصريين نفسهم سيكتشفوا أن الأسطورة أو التوقعات اللي بنوها على حول أو هذه الأسطورة بدأت في الانهيار، وهي التي بتنهار وتدمر نفسها بنفسها. يعني قضية الشخص اللي عنده البرنامج اللي عنده حل لكل شيء إن هو اللي سينقذ مصر وكذا، بدأنا يعني تدريجيا نكتشف أنه ليس هناك أي برنامج، ليس هناك أي رؤية، حتى قضية التعامل مع الحقوق الأساسية غير موجود، فسيصبح هذا الشخص عبء على المؤسسة العسكرية. وأتمنى أنه خلال سنتين أو أكثر نبدأ فعلا في الحديث الجاد حول استعادة المسار الديمقراطي مرة أخرى في مصر. شكرا جزيلا الدكتور عماد شاهين أستاذ السياسة العامة بمعهد وودرو ويلسون، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الأمريكية واشنطن. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدين على طيب متابعتكم لهذا الحوار الخاص. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.